Erika a disparu. On commence par le père d'Eric va au commissariat pour signaliser la disparition de son fils. أول حاجة احنا بنبدأ بأن بابا راح يبلغ باختفاء ابنه. مسيو شنيدر travaille comme ingénieur. بابا اسمه مسيو شنيدر وبيشتغل مهندس. Le grand-père d'Eric طبعا احنا ما نعرفش grand-père d'Eric اسمه ايه. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le papier qu'on trouve par terre? Une colette. كان في ورقة لقوها على الأرض وهما بيدوروا على إريك، فكان في الورقة دي كانت كولات. التران دريك إيه تانيولي، اتلغى أو حجزه اتلغى. اس ان سي اف ده إيه؟ ده اختصار كلمة سوسيتي ناسيونال دي شومان دو فير، اللي هي محطة القطار أو المكان اللي هيركب منه التران. إريك أ اون بيتيت كوبين كي سابيل أليس، صديقته اسمها أليس. وإريك وهو رايح الكولاج ما أخدش معاه الليفر بتاعته. إريك كان لابس إيه؟ كان لابس جين ديشيري إي دي لونات. في الشومبر بتاعته ما كانش فيه دو روفو دو موتون، مجلات أو مجلات عن الموتون. وكان مسيو شنيدر سومي أون كولير أفيك لو كوميسير بارسكي لي لو جورنال. لما راح يبلغ عن ابنه لقى انه المحقق مشغول بان هو بيقرا جورنال ومش مهتم باللي هو بيقوله. كاسكي لو في با اريك اللي يعني ما كانش بيسمع او ما كانش مهتم ان هو بالموسيقى هندي. مين هو مسيو شنيدان؟ زي ما قلنا ان هو بير ديريك. ازاي اختفى اريك؟ أو إزاي عرف البير إنه إريك اختفى؟ باسكو نيتي با ألي أو ليسي، ما راحش ليسي. كومو إيه فيزيكمون إريك؟ إريك شكله إيه؟ إلي جران، إلي بلون. مين اللي كتب اللتر أ إريك؟ كانت أليسا كوبينو. بابا كان فين؟ أون ألمانيا. أو سون لي بارون إريك؟ كانوا فين؟ دون لو شامب، دون لا شامبر إريك، كانوا في الحجرة. Où ont-ils trouvé le papier؟ لقوها فين؟ devant la porte اللي احنا قلنا عليها من شوية اللي هي الكولاج. Comment ont trouvé le papier des parents؟ tout mouillé. لقى كل الورق مبلول، tout mouillé. إريك كان بيحب إيه؟ ميوزيك، أليس، لي فواتور. كان بيحب 3 حاجات، العربيات وسا كوبين أليس والميوزيك. كي a décroché le téléphone؟ مين اللي كان معلق التليفون؟ بولين. Sur quelle voie arrive le train؟ على أنهي محطة أو على أنهي أو المكان اللي هيجي فيه الترين؟ voie numéro 3. ليه كان monsieur Schneider est agité؟ parce qu'il a une feuille dans la main. Qu'est-ce que la sœur d'Eric entend au téléphone؟ du bruit. سمعت في صوت التليفون دوشة. Comment s'appelle la sœur؟ Pauline. أخته اسمها Pauline. كي تليفوني لا ميزون، مين اللي اتصل في الميزون؟ كان إريك. وقال أو سمعنا كلمة جراب، جراب يعني إضراب. أريديو ترافاي بور بروتستي وريفونديكي كالك شوز، اعتراض على شيء أو رفض شيء فبنعمل إضراب. أو سو تروف لا فامي أ لا جار، كان في محطة القطار. بوركوا لي تران سون بلوكي أ كوز دو لا جراب، القطارات كلها وقفت بسبب الإضراب. Le commissaire a un fils de 15 ans, كان عنده ابن عنده 15 سنة. La tante d'Eric اسمها ايه؟ ما حددوش في الاستوار. كان في dans la maison d'Eric édition du livre Chat Noir. السن بدأت في الكوميساريا دو بوليس زي ما قلت، لأنه بابا لما راح يبلغ عن اختفائه. الفامي دايما بيتقال اسمها في الاستوار، شنيدر أو مدام شنيدر، مسيو شنيدر، بولين اللي هي ساسور اللي هي كانت تكروشي زي ما قلنا إنها شغلت التليفون أو ردت على التليفون. كومو سابيل لو بير؟ أنا دي بوركوا إتيل ديسباري؟ ليه بقى هو اختفى بعد كل ده؟ باسكو فولي فوار إن كورس دو فواتور، عشان كان رايح يشوف سباق عربيات. كان في منطقة اسمها ما، وما رجعش ليه بسبب الجريف جوترا.